أبارك للأمهات وللآباء الذين أثمرت هذه الجهود وتكللت بنجاح فلذات أكبادهن. أنتم آمال البلاد، ونحن نفخر بكنا. فقط أريد أن تصدقوا آمالنا فيكم، آمالنا فيكم. حققوا الأسرة الناجحة. عندما نقول أنتم أمل البلاد، قلوا نعم نحن أمل البلاد. حققوا هذه الأمانة على أرض الواقع. أبارك لبناتنا هذا الاحتفال، وأيضا أبارك لهن الانتقال من مرحلة العلم إلى مرحلة العلم والعمل. سائلين الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيديكن بناتي إلى خير الدنيا وخير الآخرة، وأن يأخذ بأيديكن إلى العمل لهذا البلد، وأن يأخذ بأيديكن إلى العمل لهذا البلد.